تحياتي للجميع. بمحاضرتنا اليوم حنشتغل اكزرسيس على الشابتر 5 بريميتيف. commençons par le premier exercice. بالاكزرسيس 1 عندي 3 انتجرال à calculer, ال e و ال g و ال k. commençons par calculer e. e اللي هو الانتجرال dx sur racine لل 1 plus exponentielle لل 2x. هيدا انتجرال انتجرال دين فونكسيون في بقلبه اكسبوننسيال ل2x في بقلبه راسين. اذا انا بالبداية حعمل عن شانجمون دي فاريابل، بدي اخذ ال t ايجال اكسبوننسيال ل2x، لانه بشكل عام اذا عندي انتجرال دين فونكسيون في بقلبه اكسبوننسيال للmx on pose t ايجال emx. إذن هيدا الانتجرال في بقلبه اكسبوننسيال ل2x. إذن مشان هيك بدي بلش اعمل ان شانجمون دي فاريابل t ايجال اكسبوننسيال ل2x. إذن ان بوزون t ايجال اكسبوننسيال ل2x، هوني بدي اعوض محل الاكسبوننسيال ل2x، بدي اعوض محل t، بس محل ال dx شو بدي اعوض؟ مشان هيك انا مضطر جيب ال dx، بدي جيب ال dx بالنسبة لل t. لجيب ال dx بالنسبة لل t بدي طلع ال x بالنسبة لل t. أنا عندي t إيجال إكسبوننسيال لل 2x. إذا عندي a إيجال إكسبوننسيال لل b، هذا بيعني إنه b بتساوي ln لل a. يعني إذا عندي t بتساوي إكسبوننسيال لل 2x، يعني صار عندي 2x بتساوي ln لل t. إذا 2x بتساوي ln لل t، فإذا ألور x بتساوي عندي مي ln لل t. من هيدي بدي طلع ال dx. إذا x بتساوي اندمي لن لل t، يعني الديفرنسيال ل x بتساوي الديريفي لهاي مضروبة ب dt. طيب الديريفي للاندمي لن لل t هي اندمي مضروبة ب 1 سور t. إذن دونك صارت ال dx بتساوي اندمي فوا 1 سور t فوا dt، يعني صارت ال dx ديفرنسيال لل x ديفرنسيال لل x صار بيساوي dt sur 2t. صار فيني اعوض كل شيء بقيمته بالنسبه لل t. اذا صار فيني اكتب ال e كوم اون انتجرال دين فونكسيون ما في بقلبه الا t. اذا دونك e صار بيساوي اندمي الانتجرال لل dt sur t راديكال لل 1 بلس t. نحن قلنا بشكل عام اذا عندي انتجرال في بقلبه راسين، في هيدا النوع من الراسين، يعني عندي مشكلة هي الرسين، لارتاح من هيدي المشكلة اللي هي الرسين، لأخلص من الرسين، أمبوز U إيجال رسين للآن بلس T. هيك بخلص من الرسين للآن بلس T، بيجي محل U. بس هلأ شو بدي أعوض محل ال T وشو بدي أعوض محل ال DT؟ فإذا فور كالكولي E، فور كالكولي سيت انتجرال، بدي أعمل عن شانجمون دي فاريابل. Un deuxième changement de variable, il est où u est égal à racine de 1 plus t. U, u est égal à racine de 1 plus t, ben détaille à t, j'élève au carré, puis c'est rendu u au carré est égal à 1 plus t, yani t peut être u au carré moins 1. En ajouté t, t peut être u au carré moins 1. Yani ça finit à ouvrir honi محل u, عفوا صار فيني اعوض هون محل ال t، محل ال t اللي هون صار فيني اعوض محل u au carré moins 1. ومحل الرسين للآن بلس تي بحط U. بس هلأ عندي الديفرنسيال للتي، شو بدي أعمل فيها؟ بدي جيب الديفرنسيال للتي. أنا عندي التي بتساوي U أو كاري موانزان، منها بدي طلع الديفرنسيال للتي. يعني الديفرنسيال للتي شو بيساوي؟ بيساوي ديريفي لهاي مضروبة ب 2U. إذن دونك الديفرنسيال للتي بتساوي 2U فوا ديفرنسيال للU. جبت الدي تي بالنسبة للU وعندي T بالنسبة للU، صار فيني هلا اكتب الE بالنسبة للU. الE صار بتساوي اندمي الانتجرال لل2U دو U سور U أو كاري موانز 1 فوا U. الحلو هون انه فيني اختزل بالدو، فيني اختزل بU، بتصير الE بتساوي الانتجرال لل2U على U أو كاري موانز 1. انا ما عندي اياها بالتابلو، هيدا الانتجرال ما عندي اياه بالتابلو، انا عندي بالتابلو الانتجرال لل2u على a او كاري مو u او كاري، معي بالتابلو وبعرفوا شو بيساوي، بيساوي 1 سور 2a لان فالور ابسولو للa بلس u على a مو u.
طب عندي سوء ترتيب تحت، عندي اي او كاري موانزا، يا ريت عندي ا مو اي او كاري، شو بيجي بعمل؟ بحط مو قدام الانتجرال وبعيد ترتيب هودي، بحط مو قدام الانتجرال وتحت بده يصير عندي ا مو اي او كاري، وفوق عندي اكيد ديفرنسيال للاي. فاذا دونك الاي صارت بتساوي مو الانتجرال للدو اي على ا مو اي او كاري، يعني فيني اقول انه هي سي الانتجرال للدو اي على ا او كاري مو اي او كاري، اللي هي بتساوي 1 سور 2 لان فالور ابسولو لل 1 بلس او على 1 مو او، وما انسى الموا اللي قدام الانتجرال. فاذا جوابه حيكون هو مو ان دمي لان فالور ابسولو لل او بلس 1 على او مو ان زان بلس ان كونستانت. هلا اللي فوق ضمن الفالور ابسولو فيني اعمل اللي بدي اياه، حط 1 بلس او، فيني احط او بلس 1 ما بيأثر، تحت فيني حط U موانز 1، فيني حط A موان U، سي لا ميم شوز، لأنه الفالور أبسولو للـ A بلس B هو ذاته الفالور أبسولو للـ B بلس A، والفالور أبسولو للـ A موان B هو ذاته الفالور أبسولو للـ B موان A، الفالور أبسولو للـ A موان B هو ذاته الفالور أبسولو للـ B موان A. خلصنا من الـ E، بس طبعا هلا فينا نقول إنه الـ E بتساوي هذا الجواب اللي معي en fonction de l'e، فينا نقول avec e هي بتساوي شو؟ بتساوي racine لل 1 plus t، و avec t égale exponentielle لل 2x. خلصنا من ال e، هلا بدي جيب ال g. ال g اللي هو الانتجرال لل dx على ex plus 2 au carré. مثل ما حكيت ان شوي بالنسبه للانتجرال e، عندي عم بعمل انتجراسيون دي فونكسيون في بقلبها اكسبونونسيال. فاذا on pose t égale exponentielle لل x. فإذا هيدي اللي هيدا هو الشانجمون الفاريا، هيدا هو الشانجمون دي فاريابل بدي اعمله بور كالكولي جي. فإذا اون في او اون بوز تي ايغال اكسبوننسيال لاكس، بدي اجيب الديفرنسيال لاكس، يعني بدي اجيب الاكس. اذا تي ايغال او اكس، يعني صارت الاكس هي لان لتي. اذا الاكس بتساوي لان لتي، يعني الدي اكس بتساوي الديريفي تاعت اللان لتي مضروبه بدي تي، يعني صارت الدي اكس بتساوي دي تي على تي. إذا الجي صار بتساوي الانتجرال للدي تي على تي مقسومة على تي بلس 2 أو كاري. إذا الجي صار بتساوي الانتجرال للدي تي على تي مضروبة ب 1 بلس تي أو كاري. هلا لعمل كالكول للجي عندي هون اون فراكسيون راسيونيل، يعني إذا بدي أعمل ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل بحق لي وفيني أعمل هيك. يعني انا اذا عندي ال1 على تي 1 بلس تي او كاري بدي اعمل لها ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. بدي انتبه هون عندي اثنين اليمون سامبل، اول واحد هو التي، ثاني واحد هو ال1 بلس تي بس عنده بويسونس 2. فاذا بدي اعمل، اذا بدي اكتب هذه الفراكسيون كوم سوم دو بليزيير فراكسيون، هذه الفراكسيون اللي هي 1 على تي 1 بلس تي او كاري بدها تنكتب ايغال ا ا سور تي plus b على 1 plus t plus c على 1 plus t au carré. On réduit au même dénominateur. وبصير عندي النيميراتور بيساوي النيميراتور، يعني صار عندي بولينوم بيساوي بولينوم. ونقول المضروبين عفوا الكونستانت بيساوي الكونستانت، المضروبين بي تي بيساوي المضروبين بي تي، المضروبين بي تي au carré بيساوي المضروبين بي تي au carré. بيطلع معي ان سيستم دي تروز ايكواسيون ا تروز انكونو، بطلع منه ال a وال b وال c. وساعتها هذا الانتجرال لهذا الفراكسيون بده يكون بيساوي السوم دي بليزير انتجرال، ونشتغل فيه هون ومنخلص. انا هون ما بدي اعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سام، بدي اعمل طريقه فنيه، بدي زيد ونقص. عندي ان فوق وعندي ان بلس تي تحت، فبزيد تي وبنقص تي، زدنا تي ونقصنا تي، ونفرض هذا الانتجرال نكتبه كم سوم او ديفيرونس دي بليزير انتجرال. حيصير عندي بالبداية الانتجرال لل 1 بلس تي على تي مضروبة ب 1 بلس تي او كاري، بختزل ب 1 بلس تي. فإذا أول انتجرال حيكون هو الانتجرال لل 1 سور تي مضروبة ب 1 بلس تي فوا دي تي، موا الدوزيام انتجرال، موا الدوزيام انتجرال. الدوزيام انتجرال هو حيكون الانتجرال لل تي سور تي 1 بلس تي او كاري، بختزل بي تي. فاذا الدوزيام انتجرال هو حيكون الانتجرال لل 1 سور 1 بلس تي او كاري. فاذا صار عندي هذا الانتجرال جي كتبته، الانتجرال لل 1 سور تي ف
fois 1 plus t moins l'intégrale de 1 à la 1 plus t au carré fois dt. Alors, c'est la deuxième intégrale. ما بده شيء خالص ما من دون ما نعمل اي شيء ابدا هذا الانتجرال اكيد لازم نشوفه انه هو دي لا فورم دي او على او او كاري ليش لانه انا اذا اعتبرت الاو هي ان بلس تي دي تي اكيد حتكون هي ديفرنسيال للان بلس تي لانه دي تي هي ذاتها دي للان بلس تي فاذا هذا الانتجرال هو حيكون دي للان بلس تي على ان بلس تي او كاري فإذا صار الانتجرال للدو على اي او كاري فإذا جوابه هو مو ان سور اي خلصنا من واحد بس هلا هون كمان فيني يا اما اعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل اكتب هذا الفراكسيون كوم سوم دو دو فراكسيون او اذا بدي رابيدمون فيني اعمل طريقه سريعه فنيه عندي ان فوق وعندي ان بلس تي تحت بزيد تي وبنقص تي فلما بزيد دي تي وبنقص تي حصير عندي ان بلس تي موان تي وهيدا الانتجرال من الجزء الاولى اثنين اول واحد حيكون ان بلس تي سور تي ان بلس تي بختزل ب ان بلس تي بيبقى معي بس ان سور تي اللي بيبقى معي موان تي على تي مضروب ب ان بلس تي بختزل ب تي بيصير عندي موان بس موان ان على ان بلس تي اذا صار عندي ثلاثه انتجرال أول انتجرال هو الانتجرال للدي تي على تي تاني انتجرال طلعته أكيد من هون مو الانتجرال للدي تي على ان بلس تي وآخر انتجرال بعد ما عملت له كالكول بس قلنا شو الجواب وشو بيطلع بيساوي هيدا الانتجرال هو لن فالور ابسولو للتي مو لن فالور ابسولو للان بلس تي مو وعندي مو يعني بصير عندي بلس ان على ان بلس تي بليس طبعا ان كونستانت هلا هيدا جواب هيدا جواب الجي هلا بنقول افيك تي ايغال اكسبوننسيال للاكس هلا هون ما في داعي نحط فالور ابسولو ولا هون لانه تي هي او اكس يعني الان بلس او اكس هي بوزيتيف اذا هون في نحط موان لن للان بلس او اكس وبس هون عندي لن للاو اكس واللن للاو اكس هي اكس فاذا اذا بدنا نعطي جواب للجي بالنسبه للاكس هلا عندي الانتجرال ك هلا الانتجرال ك فيني بلش بالانتجراسيون بار بارتي وفيني اعمل شونجمون دي فاريابل وبعدين اعمل انتجراسيون بار بارتي فمنشان ما لبك حالي دغري بعمل ان جو كومونس بار انتجري بار بارتي بعمل بدايه انتجراسيون بار بارتي وبنشوف شو بيبقى معي شو بيصير معي هلا دائما لما بدي اعمل ان انتجراسيون بار بارتي الانتجرال اللي معي بده ينكتب انتجرال ل او فوا دي في دائما الانتجرال اذا بدي اعمل له انتجراسيون بار بارتي بدي اكتبه انتجرال لل او فوا دي في يبقى عندي اختار ال او شو لازم تكون والدي في شو لازم تكون ال او هي فونكسيون بدي اخلص منه هلا هون مبين واضح انه ال او بدي اخذها هي لن لل 2 بلس اكس والدي في اللي بيبقى معي المضروب بالاو اللي هو حيكون او مو اكس دي اكس اذا هيدي عرفت شو بدي اخذ الاو وعرفت شو بدي اخذ الدي في الاو هي لان ل 2 بلس او اكس والدي في هي او مو اكس فوا دي اكس هلا بدي طلع الدي او شو بتساوي والفي شو بتساوي هلا اذا الدي في هي او مو اكس دي اكس يعني الفي هي الانتجرال للاو مو اكس دي اكس يعني الفي هي مو او مو اكس هلا بدي اجيب الديفرنسيال للاو الديفرنسيال للاو بتساوي الديريفي لللان مضروبه ب دي اكس هلا ديريفي لللان ل 2 بلس اكس هي بتساوي الديريفي ل 2 بلس اكس على 2 بلس اكس عفوا الديريفي لللان ل 2 بلس او اكس هي ديريفي ل 2 بلس او اكس على 2 بلس او اكس لانه ديريفي لللان للاو هي او بريم على او ديريفي للي فوق ديريفي لهاي على نفسه فاذا 2 او تطلع بتساوي ديريفي ل 2 بلس او اكس اللي هي او اكس على 2 بلس او اكس فاذا طلعنا الديفرنسيال للاو ديفرنسيال للاو بتساوي فاذا او اكس سور 2 بلس او اكس هلا الفي قلنا هي سي الانتجرال للاو مو اكس دي اكس فاذا الفي هي بتساوي مو او مو اكس فاذا شو صار بتساوي الكا ان اتيليزون لا فورمول دانتيغراسيون بار بارتي ان اتيليزون لا فورمول دانتيغراسيون بار بارتي الكا
اللي هي بتساوي الانتجرال للاو دي في صارت بتساوي او في موا الانتجرال للفي دي او. يعني الكا بتساوي هاي ضرب هاي، هاي دي ضرب هاي، ناقص الانتجرال لهاي ضرب هاي. طيب هاي الانتجرال لهاي ضرب هاي، هلا بتلاحظوا اذا ضربتوا هاي بهاي، يعني انا عم بعمل انتجرال للفي دي او، مين هي الفي دي او؟ عم طلع هلا الفي دي او قبل ما اعطي الجواب. الفي دي او يعني هي هاي ضرب هاي، يعني عم يطلع معي الاكسبوننسيال للموا اكس مضروب بالاكسبوننسيال للاو اكس ومقسوم على 2 بلس اي اكس. هلا الاكسبوننسيال للموا اكس مضروبه بالاو اكس بتعطيني 1. فاذا صار عندي الانتجرال للفي دي او صار بيساوي الانتجرال لل 1 على 2 بلس او اكس فوا دي اكس. فاذا عم نعطي جواب الكا، فاذا الكا صارت بتساوي او في موا الانتجرال للفي دي او او فوا في، يعني هاي ضرب هاي، يعني موا او موا اكس مضروبه باللان لل 2 بلس او اكس موا الانتجرال للفي دي او قلنا هي سي. فاذا بلس الانتجرال لل 1 على 2 بلس او اكس فوا دي اكس. هلا بدي اعمل كالكيول لهيدا الانتجرال، فيني اعمله بار دو ميثود على الاقل، فيني اعمله بار دو ميثود. اول ميثود هي اون بوز تي ايجال او اكس، في ميثود اسرع واسهل نوعا ما، هي انا باخذ الاو اكس اللي هون بكتبها هي ان سور او موا اكس، الاو اكس اللي هون بكتبها هي ان على او موا اكس، وجي ريدو او ميم دونيميناتور تحت حيصير عندي 2 او موا اكس بلس 1 على او موا اكس، والاو موا اكس اللي تحت طلع على فوق بتصير الاو موا اكس اللي تحت بتصير هون، بتصير بتضرب الا بتصير او موا اكس. يعني هون بده يصير عندي الانتجرال للاو موا اكس سور 2 او موا اكس بلس 1. هذا الانتجرال الجديد كتبته بالنسبه للاو موا اكس. شو عملت انا؟ الاو اكس كتبتها هي على او موا اكس، وجي ريدو او ميم دونيميناتور تحت صار عندي 2 للاو موا اكس بلس 1 على او موا اكس، والاو موا اكس بتطلع لفوق تنضرب بالان بصير عندي فوق او موا اكس، تحت عندي 2 او موا اكس بلس 1 فوا ديفرنسيال للاكس. هلا هيدا لازم اعرف لشو بده يتحول، لانه نحن دائما بنقول يا ريت اللي فوق هو ديريفيل للي تحت، ساعتها بس اذا بصير هيدا الانتجرال هو الانتجرال للدو او على او. طيب طب هات لنشوف اذا اللي فوق هو ديريفيل للي تحت، جيبوا نجيب الديريفيل للي تحت، الديريفيل للي تحت هي موان 2 او موان اكس. انا في عندي امكانيه يصير عند في عندي امكانيه انه اللي فوق يصير موان 2 او موان اكس، في امكانيه انه انا بجي بضرب بموان 2 وبقسم على موان 2. لما بضرب بموان 2 وبقسم على موان 2 شو بيصير عندي؟ بيصير عندي موا عندي مي الانتجرال للموان 2 او موا اكس سور 2 او موا اكس بلس 1 فوا دي اكس. هلا من بعد ما ضربت بموان 2 وقسمت على موان 2 صار اللي فوق هو ديفرنسيال ل او على او، والاو هي 2 او موا اكس بلس 1. فاذا هذا صار الانتجرال لل 2 او على او، والانتجرال لل 2 او على او هو لان فالور ابسولي للاو، وما في داعي هون للفالور ابسولي لانه اللي بقلب اللان هو ايتان نومبر بوزيتيف. اذا خلصنا من الكا، خلصنا من البريمي اكزرسيس. هلا بالدوزيام اكزرسيس هذا سي ان اكزامبل كيف بنعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. هلا اذا مضطرين نعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل ما في مفر، بدي اعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. هلا عندي الان على ان بلس اكس 3 هو مساعدني، هو عطيني هيدا الفراكسيون كيف لازم ينكتب، وانا مطلوب مني جيب الا والبي والسي، يعني هو مساعدني قايل لي انه اذا عندي الا سور ان بلس اكس 3 بتساوي ا على ان بلس اكس بلس بي اكس بلس سي سور ان موان اكس بلس اكس وكاري، خلينا نطلع الا والبي والسي. بعدين كملت هذا البريمير كيستيون انه كالكولي الانتجرال لل دي اكس على 1 بلس اكس 3. انا كتبت هذا الفراكسيون كوم سوم دو دو فراكسيون، فاذا الانتجرال حيكون بيساوي ايغال الانتجرال لاول فراكسيون زائد الانتجرال للدوزيام فراكسيون معي الا والبي والسي،
بعمل كالكول لهودي الانتجرال الاثنين. طيب هلا بالدوزيام كيستيون عندي انتجرال ال لهيدا الفونكسيون في بقلبه راسين، فاذا اون بوستي ايجال راسين وبنخلص من ال. عندي بالتروازيام كيستيون ام اللي هي الانتجرال للان على اكس او كاري فوا ان بلس اكس او كاري دي اكس، طالب مني اعمل كالكول للام اون انتجرون بار بارتي. هلا بنشوف شو قصته، وين في وين المشكله وكيف بدنا نعالج المشكله، كيف بنختار الاو وكيف بنختار الدي في. اذا كومونسون بار لا بريمير كيستيون، بار لا بريمير كيستيون عندي الان على ان بلس اكس ان سور ان بلس اكس 3 égale à a à la 1 plus x plus bx plus c sur 1 moins x plus x au carré. Alors, bas, une petite remarque, on est en nous. L'a plus x3 est a3 plus b3. Nous savons l'a3 plus b3 est égal à a fois b. Enfin, sorry, l'a3 plus b3 est égal à a plus b. Madroubi b a au carré moins ab plus b au carré. Arrête à zakir. عندي فورمول يلي هو A3 plus B3 بيساوي A plus B fois A au carré moins AB plus B au carré. هلا الـ A plus X3 استنادا لهيدا الفورمول هي بتساوي A plus X fois A moins X plus X au carré. طيب هلا مطلوب مني انا اجيب الـ A والـ B والـ C. بدنا نجيب الـ A والـ B والـ C. كيف بنعمل؟ J'ai réduit tout d'abord, أول شغلة بدي أعمل réduction au même dénominateur. يعني هيدا زائد هيدا شو بدي يكون بيساوي؟ بدي يكون بيساوي A مضروبة ب A موا X plus X au carré plus BX plus C بدها تنضرب ب A plus X. إذا صار عندي النيميراتور اللي فوق، صار عندي النيميراتور اللي هو A مضروب ب A موا X plus X au carré plus bx plus c مضروبة ب 1 plus x مقسومين على 1 plus x مضروبة ب 1 و x plus x au carré. هلا من بعد ما عملت هيك جي ريدوي او مام دينوميناتور، هلا بيجي بقول النيميراتور لازم يكون بيساوي نيميراتور، يعني البولينوم اللي هون بده يكون ايدونتيك على هيدا البولينوم اللي هون، يعني الكونستانت بدها تكون بتساوي الكونستانت، مضروبة ب x بدها تكون بتساوي المضروبة ب x، المضروب بـ x أو كاري بده يكون بيساوي المضروب بـ x أو كاري. طيب مين هن الـ constant؟ خلينا نجيبهم على النظر على السريع. الـ constant هن هون A plus C، فإذا الـ A plus C لازم تكون بتساوي 1. إذا طلع معي أول إيكواسيون إنه الـ A plus C لازم تكون بتساوي 1. هلا خلينا نطلع المضروبين بـ x. المضروبين بـ x هن موان A plus B plus c، فإذا موان A plus B plus C لازم تكون بتساوي المضروب ب X من أول مومب اللي هو 0. إذا بصير عندي الدوزيام إيكواسيون هو موان A plus B plus C لازم تكون إيكال على 0. طيب المضروبين ب X أو كاري من هالجهة، المضروبين ب X أو كاري من هالجهة بالنيميراتور اللي فوق هن A plus B، فإذا صار عندي الـ A plus B اللي هي هو الكوفيسيون تبع اكس او كاري بالسيكون مومب لازم بيكون بيساوي المضروب ب اكس او كاري من هالجهه. هون ما عندي اكس او كاري، يعني اجباري لازم يكون ال a بلس b بتساوي 0. اذا طلع معي ترواز ايكواسيون اللي هن ال a بلس c بتساوي 1 موان a بلس b بلس c ايجال 0 وال a بلس b ايجال 0. هلا كيف بدنا نحلوا هيدا السيستم؟ بنحله، ما في مشكله، في كذا طريقه. هلا انا بشوف اسهل شيء انه اضرب الدوزيام ايكواسيون بموا، اضرب الدوزيام ايكواسيون بموا واجمع ساعتها الايكواسيونات مع بعضهم البعض. يعني بياخذ اول ايكواسيون بيجمعه مع دوزيام ايكواسيون مضروب بموا، بيجمعه مع تروازيام ايكواسيون، حيطلع معي 3 ا بتساوي 1. فاذا بيطلع معي الا، الا هي انتيير، اذا الا بتساوي انتيير يعني البي بتساوي مو انتيير، وإذا الـ B بتساوي مو انتيير والـ A بتساوي انتيير فيني طلع الـ C، الـ C بتكون بتساوي 2 تيير. طلعت الـ A والـ B والـ C. هلا بدي أعمل كالكول للـ E، كالكول للانتجرال للـ DX على 1 بلس X3. هيدا الانتجرال بده يكون بتساوي، بعوض الـ A بقيمتها والـ B بقيمتها والـ C بقيمتها، فإذا حيصير هيدا الانتجرال
انتجرال للدي اكس على ان بلس اكس تروح حتكون بتساوي انتير الانتجرال للدي اكس على ان بلس اكس بلس الانتجرال للموان موان انس موان اكس سور تروح بلس دو تيار سور ان موان اكس بلس اكس وكاري دي اكس. هلا الحلو انه فيني اخد انتير اون فاكتور من الكل لبرا قدام الانتجرالات، اخد انتير لبرا لانه هون في عندي انتيار وهون عندي انتيار وهون انتيار، باخذ الانتيار من الكل لبرا بصير عندي انتيار الانتجرال للان على اكس بلس ان موان موان اكس موان 2 سور اكس وكاري موان اكس بلس ان فوا دي اكس. الاول انتجرال خالص هو الانتجرال للدو او على او، جوابه هو لان فالور ابسولو للو. ثاني انتجرال هو دي لا فورم الفا اكس بلس بيتا على ا اكس وكاري بلس بي اكس بلس سي مثل ما شفنا. هلا هون بدي استخدم استراتيجية اضرب واقسم زيد ونقص، وبكتب هذا الانتجرال كومسون دو دوز انتجرال، واحد منهم خالص والثاني بدي اشتغل فيه. هلا طيب شو الديريفيل للي تحت؟ عم اقول يا ريت اللي فوق هو الديريفيل للي تحت، كنت بخلص دغري بسرعة، كنت صار عندي دو او على او وجاوبه هو لان فالور ابسولو للو. طيب شو الديريفيل للي تحت؟ الديريفيل للي تحت هي دوز اكس موان زان، الديريفيل اللي تحت هي 2x موان زان. انا يا ريت عندي فوق 2x موان زان، ما عندي. شو بيجي بعمل؟ بضرب ب 2 وبقسم على 2. لما بضرب ب 2 وبقسم على 2 صار عندي هون قدام الانتجرال عندي انتيير ومو عندي مي، يعني صار عندي مو ان سيرسيس مو ان سيرسيس 2x موان 4. هلا 2x موان 4 كيف بتصرف فيها؟ انا بدي 2x موان زان، 2x موان 4 بكتبها 2x موان زان موان 3 2x موان زان موان 3، وقدام الانتجرال اذا ماني غلطان طبعا هو موان ان سور 6. اوكي بنتاكد انه انا عم بشتغل وممكن يكون في شيء هيك بعد الايرور فوت دي كالكول هيك او فوت دي فراب ممكن موان ان سور 6. هلا هيدا الانتجرال بجزءه لاثنين، واحد منهم خالص اللي هو الانتجرال لل 2x موان زان على اكس وكاري موان اكس بلس 1، هيدا بشوفه دو او على او يعني بيطلع جوابه لان فالور ابسولو لاكس للاكس وكاري موان اكس بلس 1. هلا عندي موان 3 وبدي طلعها برات الانتجرال، بصير عندي بلس عندي مي بلس عندي مي الانتجرال للدي اكس على اكس وكاري موان اكس بلس 1. هلا هون شو بدي زيد؟ بدي اشتغل باللي تحت، بدي حوله لكاري بلس كاري او لكاري موان كاري. هلا بدي زيد ونقص بي او كاري على 4 ا، يعني بدي زيد انكار زيد انكار ونقص انكار. هلا الاكس وكاري موان اكس بلس انكار بلس ا موان انكار، شو بدها تصير؟ بتساوي ان لما بزيد انكار وبنقص انكار الكاري اللي بدها تطلع هي اكس موان بي على 2 ا او كاري، يعني هي حتطلع اكس موان دي مي او كاري. بيبقى عندي الكونستانت اللي هي ا موان ا موان انكار اللي بتطلع 3 كار، و 3 كار بكتبها كوم كاري بكتبها راسين ل 3 سير 2 او كاري. واللي فوق مفروض يكون هو دي للاو، وانا عندي اكس موان دي مي او كاري بلس راسين ل 3 سير 2 او كاري، يعني الاو بتكون هي اكس موان دي مي، يعني الدي اكس بكتبها هي دي للاكس موان دي مي. صار عندي هذا الانتجرال وهذا الانتجرال، هذا خالص وهذا خالص. هذا الانتجرال للدو او على اي او كاري بلس هذا الانتجرال للدو او على ا او كاري بلس اي او كاري. الانتجرال للدو او على ا او كاري بلس اي او كاري هو ان سور ا ارك تانجونت للاو سور ا، يعني بيطلع معي هون عندي ا على راديكال ل 3 سور 2، يعني بتطلع 2 على راديكال ل 3 مضروبه بان دي مي، بيبقى معي بس ا على راديكال ل 3. ارك تانجونت للاكس موان دي مي مقسومه على راديكال ل 3 سور 2، هذا هو الجواب وخلصت. هلا بنيجي للدوزيام كيستيون، عندي هيدا الانتجرال اكالكولي، بدي اعمل كالكول للال يعني هو الانتجرال للدي اكس على 3 بلس اكس بلس راديكال للان بلس 2 اكس. عندي انتجرال في بقلبه راسين، عاده المشكله بتكون هي من الراسين، هيدا النوع من الراسين. امبوز يو ايجال على راسين للان بلس 2 اكس، بنحل مشكله الراسين نخلص من الراسين. لما بقول يو ايجال على راسين للان بلس 2 اكس يعني حيعوض هون محل هيدا الراسين، حيعوض محله يو، يعني بطل في بقلب الانتجرال راسين، هيك بخلص من الراسين. اون بوز يو ايجال راسين، اذا هون اون فا بوزي يو ايجال راسين للان بلس 2 اكس،
بدي اكتب كل شيء معي اكس بدي اكتبه بالنسبه للتي. انا هون قلنا فاذا اون بوزون تي ايجال بوزون تي ايجال راسين للان بلس ديز اكس، بدي اعوض كل شيء في اكس بقلب الانتجرال بدي اعوضه بالنسبه للتي، فاذا بدي اطلع اكس جلاف او كاري بصير عندي تي او كاري موان زان ايجال ديز اكس، يعني اكس بتساوي تي او كاري موان زان سور دو. اذا الاكس بتساوي عندي مي تي او كاري موان زان ديفرنسيال لا اكس شو بتساوي؟ الديريفي لهاي مضروبه ب دي تي، الديريفي لهاي هي تي، فاذا دونك دي اكس بتساوي تي دي تي. خلينا نرجع نتذكر شو في معنى بالانتجرال. عندي هون الدي اكس بدي احط محلها تي دو تي، هون التروا بتضلها تروا، ومحل الاكس بدي اعوض محلها قيمتها بالنسبه للتي اللي هي اذا بتذكر هي عندي مي تي او كاري موان زان، وهون محل الرسيم بدي احط تي. فاذا صار عندي ال بتساوي الانتجرال للتي دي تي سير تروا بلس عندي مي تي او كاري موان زان بلس تي. هلا بدي اعمل ريدكسيون او ميم دونيميناتور تحت، هون بصير عندي 6 6 موان زان يعني 5 تي او كاري، هون عندي بلس 2 تي، والدو اللي تحت من بعد ما عملت ريدكسيون او ميم دونيميناتور دونيميناتور اللي تحت اللي هو 2 بيطلع لفوق بصير عندي فوق 2 تي 2 تي فوا ديفرنسيال تي. فاذا هذا الانتجرال الجديد. الانتجرال هلا دائما بنتمنى بنقول يا ريت اللي فوق هو الديريفال اللي تحت. هلا شو هي الديريفال اللي تحت؟ هي 2 تي بلس 2. انا اوكي نص المشكله محلوله، يعني عندي 2 تي بعد ناقصني 2 بعد ناقصني بلس 2، فبقوم بزيد 2 وبنقص 2، بنزيد 2 وبنقص 2، وبنكتب هذا الانتجرال من جزء لاثنين. الانتجرال 2 تي بلس 2 سور تي او كاري بلس 2 تي بلس 5، هذا الانتجرال بصير الانتجرال 2 اي على اي موان 2 الانتجرال. هلا شو عملت تحت؟ معنا هون عندي ان على تي او كاري بلس 2 تي بلس 5. هلا هون ما فيش داعي يقول انه لازم زيد ونقص بي او كاري على كتر ان، ما تي او كاري بلس 2 تي هي دبي دان كاري بارفي، ومعروف انه هون اذا عندي ان اذا عندي تي او كاري بلس 2 تي بلس 1 حتصير هي تي بلس 1 او كاري. فاذا ال 5 بقوم بكتبها هي 1 بلس 4، فبصير عندي تحت تي بلس 1 او كاري بلس 4، والكاتر بكتبها دي او كاري، فاذا صار عندي تحت تي او كاري بلس 2 تي بلس 1 كتبتها دي او كاري بلس تي بلس 1 او كاري. هلا دي تي اللي معي اياها هون لانه الاو هي تي بلس 1، فانا بكتب هون دي للتي بكتبها هي دي للتي بلس 1، فاذا هذا الانتجرال صار الانتجرال للدو او على ا او كاري بلس اي او كاري. فاذا جوابه هو حيكون ارك تانجونت، جوابه حيكون هو ان سور A arc tangente la U sur A. Faisons le job de l'intégrale. Haïkon ou 1 sur 2 arc tangente la T plus 1 à la 2 plus une constante C. Hala andi, khalasna minno haïda. Hala bniji la l'intégrale li maïe li bada amallo calcul. L'intégrale li bada haïda l'am li bada amalla l'am li hi l'intégrale la 1 à la x au carré 1 plus x au carré dx. بدي اعمل لها كالكول بار انتجراسيون بار بارتي، بدي اعمل كالكول للام، بدي اعمل كالكول لهذا الانتجرال، لهذا الانتجرال بدي اعمل له كالكول اون انتجرون بار بارتي. هو جابرني هو قايل لي، هو جابرني هو قايل لي شو بدي اجي اعمل. انا هلا معناها اذا عندي هذا الام اللي هو الانتجرال لهذا الفانكسيون بدي اعمل انتجراسيون بار بارتي، يعني هذا الانتجرال بدي اشوفه انتجرال للاو فوا دي في، بده يشوفوا انتجرال لل U فوا دي في. طب وال U هي فونكسيون لازم نخلص منها، وال دي في هي ديريفي طلع منها طلع منها ال V بسهولة. طب هون مين هو الفونكسيون بدي اخلص منه؟ ما مبين. طب ال دي في بنفتش على ديريفي. هلا ال دي في هي اذا بدي اخذها دي اكس على اكس او كاري، وال U بدي اخذها ان على ان على ان بلس A على A plus X au carré au carré. عم يكون عم صعب الأمور، ما فيني أخذ الـ U هي A على A plus X au carré au carré، لأنه بالانتجرال الجديد بدي يجي محل الديريفي
يعني هون البويسونس 2 بده يصير بويسونس 3 او اكثر، فبتعمل لي مشكله. فانا مشكلتي هون انه لعالج مشكلته هذا الانتجرال بدي اخفف من البويسونس 2 هون. عم بقول انا يا ريت عندي اكس هون، لو كان عندي اكس ساعتها بياخذ الدي في هي اكس دي اكس على ان بلس اكس او كاري او كاري، ساعتها بطلع منها الفي بسهوله. بالانتجرال الجديد حيبطل عندي بويسونس 2 هون. فالفكره هي انا لخفف من البويسونس هون بدي اخذ الدي في هي اكس دي اكس على ان بلس اكس او كاري او كاري. ما عندي اكس فوق، فاذا بضرب باكس وبقسم على اكس. ما عندي اكس فوق، فاذا بضرب باكس وبقسم على اكس. فاذا هلا حاضرب باكس واقسم على اكس لنشوف شو بيطلع. من بعد ما ضربنا باكس وقسمنا على اكس صارت الان بتساوي الانتجرال للان سير اكس تروا اكس دي اكس سير ان بلس اكس او كاري او كاري. اذا هون يبين انه الاو هي حاخذها ان سير اكس تروا، والدي في حاخذها هي اكس دي اكس على ان بلس اكس او كاري او كاري. طيب اذا الاو هي ان سير اكس تروا، الدي اي شو بتساوي؟ نحن بنعرف انه اذا الاو هي ان سير اكس تروا يعني الدي اي هي ديريفي لهاي مضروبه بدي اكس، يعني هي حتطلع الديريفي للاكس على بويسونس موان 3 فوا دي اكس. طيب شو الديريفي للاكس على بويسونس موان 3؟ هلا هون لانه عم يشتغل انتجرال وديريفي مرات بنلخبط، من بدل ما نجيب ديريفي بنجيب انتجرال، وبدل ما نجيب انتجرال بنجيب ديريفي. انا عندي هون الاو هي ان سير اكس تروا، بدي اجيب الديفرنسيال للاو. الديفرنسيال للاو هي بتساوي ديريفي للان سير اكس على بويسونس 3 فوا دي اكس، يعني ديريفي للاكس على بويسونس موان 3 فوا دي اكس. انا بنعرف انه ديريفي للاكس على بويسونس ام هي ام اكس على بويسونس ام موان 1. فاذا الديريفي للاكس على بويسونس موان 3 هي موان 3 اكس على بويسونس موان 3 موان 1، يعني هتطلع بتساوي موان 3 اكس على بويسونس موان 4، هي ديريفي للان سير اكس على بويسونس 3. والاكس على بويسونس موان 4 اللي فوق بنزلها لتحت بصير اكس على بويسونس 4. فاذا الدو اي هي موان 3 سير اكس 4 فوا دي اكس. هلا انا كيف بعمل كالكول للفي؟ بضرب ب 2 وبقسم على 2. لما بضرب ب 2 وبقسم على 2 يعني صار عندي اندمي 2 اكس دي اكس على ان بلس اكس او كاري او كاري، يعني صار عندي اندمي دي تي على تي او كاري، اندمي دي تي على تي او كاري. فاذا صارت الفي بتساوي اندمي موان ان سير تي، فاذا بيطلع الفي بتساوي موان اندمي ان على ان بلس اكس او كاري. فاذا الام صارت بتساوي اون اتيليزون لا فورمول دانتيغراسيون بار بارتي بتساوي او في موان الانتيغرال للفي دو او، موان الانتيغرال للفي دو او يعني موان الانتيغرال لهي ضرب هاي. فاذا الام هي بتساوي يو في موان الانتجرال للفي دو يو، يو في يعني هاي ضرب هاي، يعني موان ان سور دو اكس تروا فوا ان بلس اكس او كاري، موان الانتجرال للفي دو يو يعني موان هاي ضرب هاي، يعني موان الانتجرال لهاي ضرب هاي، يعني بصير عندي بلس تروا دي مي قدام الانتجرال، عفوا موان تروا دي مي قدام الانتجرال. مين اللي عم نعمل له انتجراسيون؟ هو ان سير اكس 4 مضروبه ب ان بلس اكس او كاري. هيدا اذا بدي اعمل له ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، اللي عمل له كالكول يعني بده ينكتب هيدا الفراكسيون، بده ينكتب ا على اكس بلس بي على اكس او كاري بلس سي على اكس 3 بلس دي على اكس 4 بلس او اكس بلس اف على ان بلس اكس او كاري. يعني صار عندي عدد كبير من الكونستانت اللي بدي افتش عليهم، فاذا فيها مشكله. هلا انا فيني اعمل ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل بشكل اسرع من هيك، بس ما بدي اشرحها، ما حقرب صعوبه. يعني هلا للي بيحب بده يشوف انه هيدا ايتين فونكسيون بير، واذا هيدا ايتين فراكسيون ام ايتين فراكسيون بير، يعني بصير عندها ديكومبوزيسيون خاصه، يعني بتصير اسهل من اللي حكيت عنه. طب انا هون ما بدي اعمل لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل لا بالطريقه السريعه ولا بالطريقه الطويله، بدي اعمل شيء، بدي اعمل كالكول لهذا الانتجرال بطريقه فنيه. عندي ان فوق وعندي ان بلس اكس او كاري تحت، عندي ان فوق وعندي ان بلس اكس او كاري تحت، فبزيد وبناقص اكس او كاري. بنزيد وبناقص اكس او كاري، وهذا الانتجرال نفرطه لبليزيار انتجرال
comme somme de plusieurs intégrales. من بعد ما زيد x au carré ناقص x au carré. أول انتجرال حيكون هو أكيد. هاي على هاي يعني بيطلع معي بس 1 sur x4. تاني انتجرال حيكون هو x au carré على x4. طبعا بننتبه عندي موان وموان 3 ديمي بصير بلس 3 ديمي قدام الانتجرال الثاني. بختزل ب x au carré بيبقى معي 1 sur x au carré مضروبة ب 1 plus x au carré. هذا الانتجرال. هلا هيدا خالص الانتجرال للدي x sur x4 يعني الانتجرال للx على بويسونس موان 4 هي بتصير x على بويسونس موان 3 sur موان 3. خلصت منه يعني بصير عندي ان ديمي مضروبه ب 1 sur x على بويسونس 3. هلا هيدا نفس الشيء ما بدي اعمل ديكومبوزيشن بدي زيد وناقص بزيد وناقص x وكاري هذا بصير بيساوي من بعد ما زيد x وكاري وناقص x وكاري بده يصير بيساوي 1 sur x وكاري موان 1 على 1 plus x au carré. إذا هيك بنكون خلصنا منه. هذا صاروا هودي الانتجرالات بينعملوا أكيد. حكيت عنهم. هيدي الانتجرال للآن سير x4 قلنا هي جوابها حيكون x على بويسونس موان 3 سير موان 3. يعني حتطلع هي موان 1 سير 3 x 3 مضروبة بموان 3 ديمي. الانتجرال للآن سير x au carré هو موان 1 سير x. يعني هون بيكون عندي موان 3 sur 2 fois 1 sur x. L'intégrale de 1 à la 1 plus x au carré ou arc tangent de x. Alors, dans l'exercice 3, on a 4 intégrales à calculer. L'intégrale i ou l'intégrale de t au carré à la 1 plus t au carré. Maintenant, on va faire le calcul. Alors, on va commencer i. On a l'i, donc, il y a l'intégrale لتي او كاري على 1 بلس 2 تي او كاري. هلا هون بما انه الديجري اللي فوق بتساوي الديجري اللي تحت فيني اعمل ديفيزيون اكليديان. بس انا ما بدي اعمل هيك. انا بدي اعمل طريقه فنيه هون لعمل كالكول للاي. فبما انه عندي تحت 2 تي او كاري ف وعندي فوق تي او كاري فبقوم بضرب ب 2 وبقسم على 2. بضرب ب 2 وبقسم على 2. وشو بيجي بعمل بعدين من بعد ما ضربت ب 2 وقسمت على 2 بزيد 1 وبنقص 1 بزيد 1 وبنقص 1 بنرجع نكتب هذا الانتجرال بكتبه كوم سوم دو دوز انتجرال بختزل هون هاي على هاي بختزل بيبقى معي 1 حيصير هون الانتجرال لل 1 موان 1 على 1 بلس 2 تي او كاري هلا الانتجرال لل 1 معروف هو تي طيب هلا الانتجرال لل 1 على 1 بلس 2 تي او كاري هيدي بدي ارجعها لل 2 u على a او كاري بلس e او كاري هلا ال a او كاري هي a او كاري ال e او كاري يعني انا ال e او كاري هي حتكون دي تي او كاري يعني انا بدي اتصرف بال دي تي او كاري لاكتبها كاري فبكتبها هي راسين لل 2 فوا تي طيب فاذا انا دي تي او كاري كتبتها راسين لل 2 فوا تي كلها سوا او كاري يعني الـ U هي صارت الـ U، الـ U هي راديكال لـ 2 فوا تي. إذا الـ U هي راديكال لـ 2 فوا تي يعني فوق لازم يكون عندي مش دي تي، لازم يكون عندي دي للـ U. يعني لازم يكون عندي دي للراديكال لـ 2 فوا تي. ما عندي إياها أنا، فبقوم بضرب براديكال لـ 2 وبقسم على راديكال لـ 2. هون عندي فإذا ضربت براديكال لـ 2 وقسمت على راديكال لـ 2. تحول هذا الانتجرال لـ 2 U. على 1 او كاري بلس اي او كاري جوابه هو حيكون ارك تانجنت للراديكال لل 2 فوا تي سور 1 خلصنا من الانتجرال اول انتجرال عملنا كالكول للاي دي تي هلا اجي للاكس هيدا الانتجرال اللي بنحكي عنه دائما الانتجرال اللي فيه بقلبه سينوس وكوسينوس إلي كاتر شونجمون دي فاريابل بوسيبل يا اما تي ايكال سينوس اكس أو تي إيكال كوسينوس إكس أو تي إيكال تانجنت إكس أو تي إيكال تانجنت إكس سور 2 هلا هون تي إيكال تانجنت إكس سور 2 يلي هي قلنا الميثود جنرال هون بيستبعدها لأنه الفونكسيون معقد وعنده بويسونس وقصص وحكايات فإذا ما فيني استعمل الشونجمون دي فاريابل الأخير اللي هو تي إيكال تانجنت إكس سور 2 يبقى ثلاثة إن يا إما تي إيكال سينوس إكس أو تي إيكال كوسينوس إكس أو تي إيكال تانجنت إكس
هلا هون مبين انه شو الشونجمون. هلا عندي انا تونجونت او كاري، تونجونت او كاري يا اما بفرطها اذا فيني استفيد منها او بخليها مثل ما هي. هلا بما انه انا عندي تونجونت او كاري يعني هي عم تساعدني شوي. طب انا طب لما بدي اعمل تيجال سينوس يعني بدي يكون عندي الابريم. هلا انا عم فتش على الابريم، بدي فتش على الابريم وشوف اذا البيين بينكتبوا بالنسبه للاو لعرر اذا بعمل شونجمون دي فاريابل تي ايجال اي ولا لا. طب نحن عم نفكر نعمل شونجمون دي فاريابل تي ايجال تونجونت اذا بيمشي حاله ولا لا. طب اذا بدي اعمل شونجمون دي فاريابل تي ايجال تونجونت يعني انا بدي دي اكس على كوسينوس اوكاري. هلا لو كان عندكم، لو انا لو بدي سهلها كنت سهلتها، كنت حطيت ام بلس كوسينوس اوكاري. لو كان عندي ام بلس كوسينوس اوكاري كنت شفت دغري انه بيخفيني اخذ كوسينوس اوكاري او فاكتور من تحت، بصير عندي الديريفي للتونجونت وشوف اذا البيين بينكتبوا بالنسبه للتونجونت. هلا الام بلس سينوس اوكاري فيني اتصرف فيها، فيني اكتب السينوس اوكاري هي ام وان كوسينوس اوكاري، بصير عندي تحت دوم وان كوسينوس اوكاري، بصير عندي تحت دوم وان كوسينوس اوكاري. صارت هيك اوضح. هيك الانتجرال لو انا اعطيه هيك بالاساس، لو انا منطلق منه بالاساس هيك، كانت هيك اوضح انه انا فيني اظهر الابريم. هي مش مبينه، منا قدامي الابريم مخفيه، بس انا بدي اظهرها. فبقوم باخذ الكوسينوس اوكاري اون فاكتور، بصير هون عندي 2 على كوسينوس اوكاري. لما باخذ الكوسينوس اوكاري اون فاكتور بصير هون عندي بدل الدو بصير عندي 2 على كوسينوس اوكاري موانزا مضروبة ب كوسينوس او كاري. يعني هيك بدها تصير. جي بده يصير هو الانتجرال للتانجونت او كاري على 2 سير كوسينوس او كاري اكس موان زان فوا دي اكس على كوسينوس او كاري اكس. لقطت الاي بريم، اي بريم هي ديريفي للتانجونت. انا عندي دي اكس على كوسينوس او كاري اكس هي ديريفي للتانجونت. الباقيين فيني اكتبهم بالنسبة للتانجونت، فيني. ليش؟ لأنه أنا بعرف إنه الـ A على كوسينوس أو كاري بتساوي A بلس تانجونت أو كاري. فإذا صار عندي G هي الانتجرال للتانجونت أو كاري سور 2 فوا A بلس تانجونت أو كاري موانز 1 فوا دي إكس على كوسينوس أو كاري إكس. إذا هلأ فيني أقول إنه أنا عندي ديريفي للتانجونت والباقيين مكتوبين بالنسبة للتانجونت. فإذا أون بو فير لي شونجمون دي فاريابل تي إيكال تانجونت، بده يصير هيدا الانتجرال لتي او كاري سور 2 تي او كاري بلس 1 فوا دي تي، اللي هو سيني توتر كي اي اللي ديجا عملنا له كالكول. اذا هيدا بيساوي اي لتي، يعني بيساوي اي لتانجونت اكس، يعني بيساوي اي لتي افيك تي ايغال تانجونت اكس ات ايغال ا اي la t avec t égale tangente x, يعني c'est égal donc à i la tangente x. إذا خلصنا من الأول question. هلا بالدوزيام question عندي how the deux intégrales à calculer. طيب هون كمان انتجرالات في بقلبهم سينوس وكوسينوس. بدي شوف شو هو الشونجمون دي فاريابل بدي اعمله. هلا هون في بليزيور ميثود بور كالكولي كا، انا حاعرض كم طريقة، بس مش بالضرورة يكون هودي هني، بس يعني ممكن يكون في غير، ممكن يكون في انتجراسيون بار بارتي. مثلا انا هون حعمل شونجمون دي فاريابل، بس ممكن ينعمل الكا اون انتجرون بار بارتي. بتجربوا انتو بتشوفوا. دائما دائما لازم يكون عندنا فضول، عندنا هيك حشرية نفتش على ميثود تانيين غير المعروضين علينا. اذا اول شيء اعرض ان بريمير ميثود انه الان اللي معي اياها فوق بكتبها كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري. يعني هيدا صار بده يصير بالانتجرال دين صوم، بده بجزئه لاثنين، حيصير الانتجرال اول واحد بختزل بكوسينوس او كاري، بصير عندي بس ان على سينوس او كاري. ثاني واحد بختزل بسينوس او كاري، بيبقى معي بس ان على كوسينوس او كاري. والانتجرال للان على سينوس او كاري هو موان كوتانجونت. الانتجرال للان على كوسينوس او كاري هو كوتون، عفوا هو الانتجرال للان على كوسينوس او كاري هو تانجونت. اذا جوابه للكا حيكون هو موان كوتانجونت، عفوا موان كوتانجونت بلس تانجونت. عفوا هلا عندي دوزيام ميثود
الديزيام ميثود شو بدنا نساوي؟ عندي فازن اي بريمير ميثود خلصنا منها. هلا بالديزيام ميثود ما انا قلت انا اذا عندي الاي بريم بيكون كثير عال. هلا هون في عندي اي بريم بالديزيام ميثود، عندي دي اكس على كوسينوس اوكاري فيني اشوفها انه هي ديريفي للتانجنت، وشوف اذا الباقيين بينكتبوا بالنسبه للتانجنت. في كمان انه شوف الدي اكس على سينس اوكاري اكس فيني شوفها كديريفي للكوتانجنت، والباقيين بينكتبوا بالنسبه للكوتانجنت. يعني هون في اكثر من الميثود اللي انا حاعرضهم. فاذا انا الدي اكس على كوسينس اوكاري اكس هي ديريفي للتانجنت، والباقيين يلي هن الان على سينس اوكاري بينكتبوا بالنسبه للتانجنت. او اذا بدي انا ما انا الكا هي كتبتها دي اكس على كوسينوس اوكاري اكس هي الديريفي للتانجنت، والباقيين بينكتبوا بالنسبه للتانجنت. هلا السينوس اوكاري انا بعرف السينوس اوكاري بتساوي تانجنت اوكاري على 1 بلس تانجنت اوكاري. او اذا مش حافظه لهيدا الفورمول، انا عندي السينوس اوكاري هي ام 1 كوسينوس اوكاري. السينوس اوكاري هي ام 1 سينوس اوكاري، عفوا سينوس اوكاري هي ام 1 كوسينوس اوكاري. السينوس اوكاري هي ام 1 كوسينوس اوكاري، والكوسينوس اوكاري انا بعرفها هي بتساوي 1 على 1 بلس تانجنت اوكاري. فاذا اللي بدي اياه انا هون فيني اعمله، فيني اكتب انه السينوس اوكاري هي تانجنت اوكاري على 1 بلس تانجنت اوكاري، يمشي الحال. يعني انا هون لقطت انه دي اكس على كوسينوس اوكاري اكس هي ديريفي للتانجنت، والباقيين قدرت كتبته بالنسبه للتانجنت. فاذا هيك بكون خلصت. فاذا السينوس اوكاري هي تانجنت اوكاري على 1 بلس تانجنت اوكاري كتبتها. فاذا هيدا صار الانتجرال، فاذا تا صار بيساوي الانتجرال لل 1 بلس تانجنت اوكاري على تانجنت اوكاري و ديريفي للتانجنت. فاذا هذا صار بيساوي الانتجرال لل 1 بلس تي او كاري على تي او كاري فوا دي تي. انا قلت اذا مش حافظينه للفورمول تبع السينوس او كاري اللي هو تانجنت او كاري على 1 بلس تانجنت او كاري، فيني اكتب السينوس او كاري هي 1 موان كوسينوس او كاري، والكوسينوس او كاري بكتبها هي 1 على 1 بلس تانجنت او كاري. فإذا هيدا الانتجرال صار الانتجرال لل 1 بلس تي او كاري على تي او كاري دي تي، والانتجرال هيدا فيني اعمل له كالكول بجزء لاثنين. الانتجرال لل 1 على تي او كاري هو مو 1 سور تي، الانتجرال لل تي او كاري على تي او كاري يعني الانتجرال لل 1، الانتجرال لل 1 بيساوي تي. خلصنا من الدوزيام ميثود. هلا تروازيام ميثود، تروازيام ميثود يمكن هي شيء صعب شوي انه تنشاف. هي انا يا ريت عندي سينوس فوا كوسينوس، عندي لو عندي سينوس اكس فوا كوسينوس اكس كنت حطيتها هي السينوس للدو اكس على دو. بس انا هون عندي سينوس اوكاري اكس كوسينوس اوكاري اكس. السؤال فيني اكتبها بالنسبه للسينوس دو اكس، السينوس اوكاري اكس فوا كوسينوس اوكاري اكس، فيني اكتبها بالنسبه للسينوس دو اكس، فيني اكتبها بالنسبة للسينوس 2x او كاري. يعني انا يا ريت عندي 4 تحت كان بتحل لي مشكلتي. فاذا بضرب ب 4 وبقسم على 4 بصير عندي الانتجرال لل 4 سير 4 سينوس او كاري اكس كوسينوس او كاري اكس، وال 4 سينوس او كاري اكس كوسينوس او كاري اكس بكتبها هي سينوس لل 2x كلها سوا او كاري. فاذا هيدا الانتجرال الجديد عنده هذا الشكل. فاذا الكا صار بيساوي الانتجرال للكا، عفوا الكا بتساوي الانتجرال للكاتر دو كاتر دي اكس على سينوس او كاري دو اكس. هل هو الانتجرال للدو اي على سينوس او كاري او؟ هل الانتجرال اللي معي هو الانتجرال للدو اي على سينوس او كاري او؟ لو كان معي هذا الانتجرال هو الانتجرال للدو اي على سينوس او كاري او، كنت قلت انه هو شو بيساوي؟ موان كوتانجنت او. طب انا عم اقول يا ريت هو الانتجرال للدو او على سينوس او كاري او، يعني شو كون عم اقول الاو بتساوي دو اكس؟ عم كون عم اقول الاو هي دو اكس. طب شو هي الديريفي للدو اكس؟ هي دو.
شو الديفرنسيال لل 2x؟ هو 2 dx، يعني أنا هون الكاتر بتبع بحط منه بياخد منه 2 قدام الانتجرال وبخلي جوا 2 dx. ال 2 dx هي حتكون الديفرنسيال لل 2x، فإذا صار عندي الانتجرال لل 2 u على سينوس او كاري u، يعني هو بيساوي موان كوتانجونت u، يعني موان كوتانجونت لل 2x. هيدا اللي عملناه، 2 برات الانتجرال وال 2 دي اكس كتبت الديفرنسيال لل 2 اكس، هون صار عندي الانتجرال لل 2 او على سينوس او كاري او، جوابه بيكون موان كوتانجونت او، يعني موان كوتانجونت 2 اكس، وعندي 2 يعني بيطلع الجواب موان 2 كوتانجونت لل 2 اكس. خلصنا من التروازيام ميثود. هلا قلنا انه في ممكن يكون في غير هود الثلاثه ميثود، ما بالضروره يكون في بس هود ثلاثه. هلا الانتجرال ال اللي هو الانتجرال لل دي اكس سور 3 بلس كوسينوس اكس، هلا هون فيني ما فيني استخدم اعمل شونجمون دي فاريابل، لا تي ايجال كوسينوس ولا تي ايجال ما فيني اعمل شونجمون تي ايجال سينوس ولا تي ايجال كوسينوس ولا تي ايجال تانجونت، لانه الاي بريم تاعولاتهم مانا مبينه، حتى لو بدي اظهرها ما بستفيد منها. هلا هون بدي استخدم الميثود، بدي اعمل شونجمون دي فاريابل جنرال، بستخدم الميثود جنرال اللي هي تي ايجال تانجونت اكس سور 2. فاذا اون بوز تي ايجال تانجونت اكس سور 2، بدي انا احط محل الدي اكس ايمتى؟ فاذا تي ايجال تانجونت اكس سور 2، تانجونت بسحبها للجهه الثانيه بتصير ارك تانجونت، بصير عندي اكس سور 2 بتساوي ارك تانجونت لتي، يعني x بتساوي 2 arc tangent لتي، الدي x بتساوي ديريفي لهاي مضروبة ب دي تي، يعني بتساوي 2 فوا 1 على 1 بلس تي او كاري فوا دي تي، فإذا الدي x بتساوي 2 فوا دي تي على 1 بلس تي او كاري. بدي أحط محل الدي x هي 2 دي تي على 1 بلس تي او كاري، والكوسينوس x شو بدي أحط محلها؟ هودي الفورمولات اللي قلنا لازم نكون بنعرفهم. الكوسينوس اكس فيني اكتبها بالنسبة للتانجونت اكس سور 2، يعني فيني اكتبها بالنسبة للتي. الكوسينوس اكس هي ام 1 تي او كاري على ام بلس تي او كاري، والسينوس اكس هي بتساوي 2 تي على ام بلس تي او كاري، والتانجونت اكس بتساوي 2 تي على ام موان تي او كاري. هودي هن الفورمولات اللي لازم نكون بنعرفهم. هلا بكتب ال ال بالنسبة للتي، ال ال حتكون بتساوي دي اكس حطيتها هي 2 دي تي على 1 بلس تي او كاري 3 بلس كوسينوس اكس، يعني 3 بلس ام 1 تي او كاري على 1 بلس تي او كاري. جي ريدو او مام دينوميناتور و جي بي سامبليفيي بار 1 بلس تي او كاري، بصير عندي 3 بلس 1 يعني 4، 3 تي او كاري موان تي او كاري يعني بصير عندي تحت 4 بلس 2 تي او كاري، وفوق عندي 2. هلا فيني اعمل سامبليفيكاسيون بار دو، وفيني اخليها هيدا الانتجرال مثل ما هو. هلا هو يمكن الاسهل كنت اخذ الدو اون فاكتور لبرا واختزل بدو، بس مثل ما هي كمان مش غلط. هلا الكاتر بكتبها دو او كاري، والدو تي او كاري بكتبها اي او كاري، يعني دو تي او كاري بكتبها راديكال لدو فوا تي كلها سوا او كاري. هلا لازم يكون عندي فوق ديفرنسيال للراديكال لل2 فوا تي، ما عندي راديكال لل2، فبقوم بضرب وبقسم براديكال لل2 بتنحل مشكلته هيدا الانتجرال. بصير الانتجرال لل2 اي على ا او كاري بلس اي او كاري، يعني بيكون بيساوي 1 سور ا، يعني 1 سور 2 ارك تانجونت للراديكال لل2 تي على 2. هيك بنكون خلصنا من هيدا الاكزرسيس. هلا بنيجي للاكزرسيس 4، الاكزرسيس الاخير اللي فيه 4 انتجرال كالكولي. هنبلش بالانتجرال اي اللي هو الانتجرال للكوسينوس اكس على كوسينوس 2 اكس. هلا هيدا الانتجرال مش كتير صعب لانه الشونجمون دي فاريابل مبين. هلا انا اوقات في اوقات بيكون في غش فوق، يعني بيكون في بياج بدنا ننتبه. هلا الكوسينوس هو الديريفي للسينوس، الكوسينوس هو الديريفي للسينوس، الباقيين فيني اكتبهم بالنسبة للسينوس، يعني انتم بتعرفوا مرق معنا كذا مرة الكوسينوس للدي اكس. الكوسينوس للدي اكس بينكتب بثلاث طرق،
الكوسينس للـ dx بينكتب بثلاث طرق حسب أنا أي وحدة منهم بدي أستخدم بكتبها. الكوسينس للـ dx بينكتب هو كوسينس أو كاري موان سينس أو كاري، أو بينكتب دو كوسينس أو كاري موان زان، أو بينكتب أن موان دو سينس أو كاري. هلا أنا قلت الكوسينس هو الديريفي للسينس، الباقيين بينكتبوا بالنسبة للسينس، بينكتبوا بالنسبة للسينس، يعني أنا بعرف أكتب الكوسينس للـ dx بالنسبة للسينس، بتنكتب هي كوسينس للـ dx حتكون هي بتساوي أ موان دو سينس أو كاري. الكوسينس إكس هي ديريفي للسينس والباقيين فينا نرجعهم للسينس، فإذا خلص. فإذا هلا شو بدي أجي أعمل؟ بدي الكوسينس إكس دي إكس. هلا أنا هون عندي أ موان دو سينس أو كاري، بدي أكتبها كاري موان كاري، يعني بكتبها أ أو كاري موان راديكال للدو فوا سينس إكس كلها سوا أو كاري. اوكي، فاذا بس انا اذا عندي تحت اي او كاري، اذا عندي تحت ا او كاري مو اي او كاري، وطبعا انا هون الراديكال راديكال للدو فوا سينس اكس، عندي بس راديكال للدو مش راديكال للكل، راديكال للدو راديكال للدو لواحد مضروبه بسينس اكس او كاري، في خطا مطبعي هون. هلا ضربت بدو وقسمت على دو كرمال يطلع معي فوق ديفرنسيال للراديكال للدو سينوس اكس، كرمال يطلع معي فوق ديفرنسيال للراديكال دو سينوس اكس. فاذا لما ضربت براديكال للدو وقسمت على راديكال للدو، هيدا الانتجرال تحول الانتجرال للدو او على ا او كاري موان اي او كاري، والانتجرال للدو او على ا او كاري موان اي او كاري هو ان سور دو ا لان فالور ابسولو للا بلس او على ا موان اي. فاذا هيك بنكون خلصنا من الاي، جبنا جواب الاي. هلا عندي الانتجرال جي، فيني اعمل له كالكول بار بليزير ميثود. هعرض هون طريقتين. اول طريقه هي انا فيني اعمل تي ايكال تانجنت اكس، وفيني اكتب بهيدي. فاذا هيدي اول ميثود، هاخذ التانجنت 3 هكتبها هي سينس اوكاري على كوسينس 3 الكوسينس على بوسينس 3 فوا سينس اكس. سينس هي الديريفي لا جاي من الديريفي للكوسينس، والباقيين فيني ارجعهم بالنسبه للكوسينس. سينس هي جاي من الديريفي للكوسينس، والباقيين فيني ارجعهم بالنسبه للكوسينس. فاذا اون بي بوزي تي ايكال كوسينس، بضرب بموان قدام الانتجرال، حط موان قدام الانتجرال، بصير عندي موان سينس او كاري. فاذا عفوا بصير عندي موان الانتجرال للسينس او كاري موان سينس اكس دي اكس. الموان سينس اكس دي اكس بكتبها هي الديفرنسيال للكوسينس اكس، والسينس او كاري بكتبها ا موان كوسينس او كاري. لقطت السينس هي ديريفي جاي من الديريفي للكوسينس، والباقيين فيني اكتبه بالنسبه للكوسينس. اذا اون بي الور فير لي شونجمون دي فاريابل تي ايكال كوسينس. هلا هيدا قصته بسيطه، هيدا الانتجرال بده يصير بيساوي موان الانتجرال للآم وان تي او كاري على تي تروا دي تي، الانتجرال للآم سير تي تروا بعرف جيبها، الانتجرال للتي على بويسونس موان تروا هي تي على بويسونس موان دو سير موان دو، الانتجرال للتي او كاري على تي تروا يعني الانتجرال للآم سير تي هو لان فالور ابسولو للتي. فإذا هيك بنكون حل جبنا الجي بار ان ميثود. هلا فيني جيب الجي بار ان دوزيام ميثود. En posant t égale tangente x, et ça t égale tangente x, yani x peut servir arc tangente de t, yani dx peut servir dérivé de l'arc tangente, il y a 1 à la 1 plus t au carré, ma droite est dt. Alors l'intégrale g, hay, sir, peut servir l'intégrale de t 3 sur 1 plus t au carré dt. Alors, yama va faire la division euclidienne, l'anneau de degré, l'allée faux, akbar, ou peut servir degré, l'allée tahat. أو التي تروا في نكتبها هي تي فوا تي أو كاري، وبزيد وبنقص. فإذا تي تروا بكتبها تي فوا تي أو كاري، صار عندي تي أو كاري بزيد أن وبنقص أن، وبجزئ هذا الانتجرال لاثنين. أول مرة بياخد هيدي تي مضروبة بتي أو كاري بلس أن على أن بلس تي أو كاري، تاني شي بياخد موان تي مضروب موان أن مضروبة بتي مقسومة على أن بلس تي أو كاري. إذا حيصير عندي الانتجرال للتي على ان بلس تي او كاري،
عفوا لا ما اختزلت بي انا بي ان بلس تي او كاري ام، يبقى معي بس اول انتجرال هو الانتجرال للتي دي تي بس. تاني انتجرال حيصير مو حيصير الانتجرال للموان تي على ان بلس تي او كاري. فاذا الانتجرال الجديد هو الانتجرال للتي موان تي على ان بلس تي او كاري. بعمل له كالكول خالص هيدا. هون الانتجرال للتي هي تي او كاري سير دو، هون بضرب بي دو بقسم على دو بيطلع مو عندي مي لان للان بلس تي او كاري. خلصت. هلا في اوتر ميثود غير البريمير ميثود اللي عرضناها وغير الديزيام ميثود اللي عرضناها، ممكن نشتغله مثلا بار انتجراسيون بار بارتي او بميثود غير هودي. هلا عندي اخر اثنين، الانتجرال للك دي اكس والانتجرال للال دي اكس. هلا هولي اثنيناتهم سوا مبينين، اثنيناتهم سوا الكا والال، انه انا هون ما فيني اعمل شونج مودي فاريابل ما مبين. هلا اللي مبين واضح هون انه بدي اعمل انتجراسيون بار بارتي، بدي اعمل انتجراسيون بار بارتي بور بوفوار كالكولي الانتجرال كا الانتجرال ال. هودي من الانتجرالات الصعبين، خليتهم للاخير، كتير صعبين الانتجرال كا والانتجرال ال، لانه بدي اعمل انتجراسيون بار بارتي. بدنا نتعود نعمل انتجراسيون بار بارتي ونشتغل انتجرالات صعبه. هلا هون مبين باثنين سوا مبين شو هي الاي، ومبين هي الديفي منا صعبه الديفي. خلينا نبلش بالكا. الكا فاذا انا هون مبين انه بدي اخذ الاي هي لان للكوسينوس اكس، هيدي فرصه لنتعود نجيب الديريفيه لان للاي. والديفي اكيد هي بدي اخذها كل الباقيين، كوسينوس اكس على سينوس على سينوس على كوسينوس 4 اكس فوا دي اكس. دائما الانتجرال بدي اشوفه او دي في، الانتجرال دام برودوي او دي في. اذا او هي باخذها لان للكوسينوس اكس، والدي في اكيد كل الباقيين هيدي او فوا دي في. دي في حتكون دي اكس فوا كوسينوس اكس على سينوس على كوسينوس 4. ديفرنسيال للاو هي ديريفي للان مضروبه بدي اكس، ديريفي للان للكوسينوس اكس هي موان سينوس اكس على كوسينوس اكس. فاذا موان سينوس اكس على كوسينوس اكس، لانه ديريفي للكوسينوس هي موان سينوس. هلا دي في هي بتساوي كوسينوس اكس دي اكس على سينوس على بويسونس 4. يعني الفي بتساوي الانتجرال للكوسينوس اكس دي اكس على سينوس على بويسونس 4. كوسينوس اكس دي اكس هي ديفرنسيال للسينوس اكس، يعني انا عم شوفها مثل كانها دي تي سور تي 4. اذا الفي هي الانتجرال للدي تي على تي 4، يعني الانتجرال للتي على بويسونس موان 4 اللي هي بتساوي تي على بويسونس موان 3 سور موان 3. يعني الفي بتطلع بتساوي موان 1 سور 3 سينوس على بويسونس 3. فاذا الكا بتساوي او فوا في موان الانتجرال لهاي ضرب هاي، يعني بتساوي هاي ضرب هاي، يعني موان لان للكوسينوس اكس على 3 سينوس على كوسينوس 3. موان في دو او موان الانتجرال للفي دو او، يعني موان الانتجرال لهاي ضرب هاي. انا بعتقد بيطلع معي موان انتيار هاي دي بنضربها بهاي، فيني اختزل بالسينوس، يبقى معي بس ان على سينوس او كاري كوسينوس. هلا هيدا الانتجرال صعب، فينا نشتغله بطريقة. بدي أعمل له كالكول، ما مبين الإبريم مثل ما صرنا معودين. إذا عندي مشكلة الإبريم مانا مبينة، بنحل مشكلته إنه هون أنا بضرب بكوسينوس، بضرب بكوسينوس تنحل المشكلة، بصير عندي كوسينوس فوق، تحت بصير عندي سينوس أو كاري كوسينوس أو كاري. عندي فوق كوسينوس جاي من الديريفي للسينوس، الكوسينوس هي ديريفي للسينوس، والباقيين فيني رجعهم للسينوس. يعني هون بصير عندي سينوس او كاري ام وان سينوس او كاري، يعني بصير هو عندي فوق ديفرنسيال للتي على تي او كاري فوا ام وان تي او كاري. هذا الانتجرال، الانتجرال للان على تي او كاري ام وان تي او كاري، ما بدي اعمل له ديكومبوزيسيون اون ليمون سام، صعب كثير. هلا في طريقه انه انا بشوفه كفونكسيون بير بصير ديكومبوزيسيون اسهل، بس ما حاعمل هيك. طريقه فنيه اسرع، بنزيد ومنقص تي او كاري،
بصير عندي ام وان تي او كاري بلس تي او كاري على تي او كاري مضروبة بام وان تي او كاري، هذا بيجزأ الاثنين، بيساوي الانتجرال للدي تي على تي او كاري بلس الانتجرال للدي تي على ام وان تي او كاري. هيدا ان جوابه مو ان سيرتي، هيدا جوابه معروف كمان، هو اندمي لان للفالور ابسولي للام بلس تي على ام وان تي. خلصنا من الكا. هلا بنيجي لننهي بالال. هلا الال هون مبين انه بدي اشتغله بار بارتي، ومبين شو هي الاو. الاو هي لان للدو كوسينوس اكس موان سينوس اكس، والدي في هن الباقيين اللي هن سينوس اكس سير كوسينوس على بويسونس 3 اكس فوا دي اكس. دائما الانتجرال بدي اشوفه او دي في. هلا هون ال في بتطلع معي دغري، والدو او بتطلع معنا دغري. دو او شو بتساوي؟ ديريفي اللي فوق على نفسها فوا دي اكس. مالو ديريفي لهاي تطلع موان دو سينوس اكس موان كوسينوس اكس سور دو كوسينوس اكس موان سينوس اكس فوا ديفيرونسيال للاكس. جبنا الدو او. هلا ال في، هلا اللي فوق جاي من الديريفي للكوسينوس، يعني انا بدي هون موان ليمشي الحال، بحط موان وموان، يعني بصير بحط موان وموان بصير عندي موان ديريفي للكوسينوس على كوسينوس على كوسينوس 3، يعني عم شوفها مثل كانه هي موان للدي تي سور تي 3. الانتجرال للدي تي على تي 3 هو موان 1 سور 2 تي او كاري، وعندي موان يعني بصير الفي هي 1 على 2 كوسينوس او كاري اكس. الالفا اذا هي بتساوي او في موان الانتجرال للفي دو او، يعني هي بتساوي هاي ضرب هاي، هاي ضرب هاي ناقص الانتجرال لهاي ضرب هاي، ناقص الانتجرال لهي ضرب هاي. يعني عندي موان قدام الانتجرال وفيني اسحب موان من هون، بصير هي فازا هي بلس اندمي 2 سينس اكس بلس كوسينوس اكس على 2 كوسينوس اكس موان سينس اكس فوا دي اكس على كوسينوس او كاري اكس. طيب هلا هون دي اكس على كوسينوس او كاري اكس هي جايه محلها لتساعدني انه انا بدي اعمل شونجمون دي فاريابل تي ايجال تونجونت. هلا كفكره بشكل عام لما بيكون عندي سينوس بلس كوسينوس، كوسينوس مضروب بكونستانت زائد كوسينوس مضروب بكونستانت، هون لا تي ايجال سينوس اكس بيمشي حاله ولا تي ايجال كوسينوس اكس بيمشي حاله، ولا واحد من هول الاثنين بيمشي حاله. فبيبقى معي اثنين شونجمون دي فاريابل بوسيبل، او تي ايجال تونجونت اكس او تي ايجال تونجونت اكس سور 2، وحده منهم اللي بيمشي الحال. فاذا انا هون لانه عندي دي اكس على كوسينوس او كاري اكس جاي من الديريفي للتونجونت، هلا الباقيين فيني رجعهم بالنسبه للتونجونت. دي اكس على كوسينوس او كاري اكس جاي من الديريفي للتونجونت، يعني انا لقطت الاي بريم اللي هي ديريفي للتونجونت، يعني الاي بريم هي ان على كوسينوس او كاري اكس. هل الباقيين فيني رجعهم بالنسبه للتونجونت؟ فيني اكتبهم بالنسبه للتونجونت. باين يعني هن 2 سينوس اكس بلس كوسينوس اكس، 2 سينوس اكس بلس كوسينوس اكس على 2 كوسينوس اكس موان سينوس اكس. فين شو بدي اعمل هون لاكتب هيدا بالنسبه للتانجنت؟ باخذ الكوسينوس اون فاكتور من هون، باخذ الكوسينوس اكس اون فاكتور من هون، خد كوسينوس اكس من فوق وخد كوسينوس اكس من تحت، اخذتهم اون فاكتور وبرجع بختزل فيهم. شو حيبقى معي جوا؟ هيبقى معي جوا الانتجرال 2 تي سور 2 موان تي، 2 تانجنت اكس بلس 1 سور 2 موان تانجنت اكس. هيدا من بعد ما اخذت الكوسينوس اكس اون فاكتور من فوق ومن تحت واختزلت فيها. فاذا هلا هيدا اللي عم اقوله انا، اخذت الكوسينوس اكس اون فاكتور من فوق واخذتها من تحت واختزلت فيها، بصير هون عندي 2 تانجنت اكس بلس 1 sur 2 moins tangente x fois dx à la cosinus au carré x et les dérivés de la tangente. Faisant ça dans l'intégrale, en faisant les changements des variables t égale tangente x, va dire que c'est l'intégrale de 2t plus 1 à la 2 moins t. L'intégrale de 2t plus 1 à la 2 moins t. Alors, qui va dans le cas où il y a une division euclidienne, bon, c'est 2t plus 1 à la moins t plus 2, on a une autre façon.
هلا عندي تحت دو موان تي، بس تحت فوق عندي دو تي. هلا شو بيجي بعمل انا؟ يا ريت فوق عندي، طب هلا انتم هون عم يعني بتخيلوها مثل كانها مضروبه بدو، عم بقول يا ريت عندي فوق دو تي موان كاتر، بصير هي اللي تحت مضروبه بموان دو. فاذا انا بزيد كاتر وبنقص كاتر، بصير عندي دو تي موان كاتر بلس كاتر بلس ان. هلا دو تي موان كاتر هي اللي تحت مضروبه بموان دو. هلا بيجي بفرط هذا الانتجرال لاثنين، بصير الانتجرال للموان دو بلس 5 على 2 موان تي. هيك بكون خلصت. الانتجرال للموان دو هي موان دو تي، الانتجرال لل 5 على 2 موان على 2 موان تي، الانتجرال لل 5 على 2 موان تي هو بيكون بيساوي موان 5 لان فالور ابسولو لل 2 موان تي. وهيك بنكون خلصنا، ويعطيكم العافية.